السعوديه في الحقيقه ديما تيجي هذا اليوم العالمي للسياحه على مستوى يعني العالم كله، تجي مبادره من المنظمه العالميه للسياحه لتذكير باهميه قطاع السياحه على مستوى العالم، والمساهمه ديال القطاع السياحه في تنشيط الحركه الاقتصاديه والاجتماعيه في جميع البلدان اللي يعني جميع الوجهات السياحيه في العالم. حنا هذا العام تيصادف هذه الظرفيه اللي معروفه ما بعد الزنزال، ان باش نذكروا بانه السياحه رغم كل ما قيل وما يقال، السياحه بجهات مراكش اسفي تسترجع العافيه ديالها، وواحد العدد ديال يعني جل الفنادق وجل المؤسسات السياحيه رجعت للعمل ديالها العادي. وبالنسبه للجانب ديال مؤتمرات سياحه، المؤتمرات والتظاهرات يعني الكل على علم بان مراكش غادي تستضيف في الايام المقبله واحد يعني من اهم التظاهرات العالميه اللي غادي تستضيف ما يقرب 15000 مشارك. وهاد القضيه ديال السياحه ديال المؤتمرات في الحقيقه مراكش راه اصبحت يعني غنيه على التعريف، يعني لا من ناحيه ديال المؤسسات السياحيه ولا من ناحيه ديال الخبره ديال المهنيين، يعني اصبحت على مستوى الدولي وجهه من اكبر واشهر الوجهات فيما يخص السياحه، سياحات المؤتمرات. اللي مبرمج كذلك ما يبعث للتفاؤل هو ان في الشهور المقبله واحد العدد ديال التظاهرات هما مبرمجين من عند واحد العدد ديال المؤسسات السياحيه، وهذا شيء جميل تيبعث على التفاؤل بعد هاد يعني الظروف اللي عشناها كلنا.